اي لان محمد جاب اب سماش على الداونير مالته فالحين ما قام يسويها اذا حلو. اذا لاحظت بجيمه مع جالكسي لما يصعد لا يفضل ينزل ولا ويبلش الجيم ويبلش بدايه الجيم. حلوه من ضمنه اي كي اي الشيك اي كي اي اي كم فور ايفر سلام عليك الله عليك الله عليك بس لازم يدير باله الماتش اب هذا شيء تقدر تبني ماتش اب تقدر تبني سريع تبني ماتش اب تبني دامج سريع على باوزر لكن مشكلتها انه ما تقدر تذبح بسرعه وباوزر بالمقابل يبي الريج يحصل الريج يحصل الريج بعدين يضحك اجابه على نفنوم اي نعم زاش قاعد ينتظرهم في جراند فاينلز سلام عليك الله خوش باوزر اوه بس انطق 2% بس 2% بداية مسيطرة من ضمنه جالكسي قاعد يوريه ويقول له شوف أنا أحسن سماشر بالكويت وأبي أثبت هالشيء نعم نعم جالكسي المشكلة لما يرتبك 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 حيل الله عليك خش سايد بي بداية حلوة نايس بلوك لا, لكن. لا تنسى الويند بوكس الأخير لا وراء جراند فاينلز وراء جراند فاينلز يس أو 69 تايرنت تايرنت بيتا ريز قاعد تشوفون اوه راحت حسابه راح الباور راح الباور خلاص لاش داونير خشاش اتاك بصراحة اشوف ان هذا الماتش اب من ايام ميلي يعني رعب على بازر والله انا بصراحة يعني بعد يعني دشة الريج على اللعبة اعتقد انه في مجال انها تلعب لكن الشغلة الحلوة في لعب ضمنه انه حيل اجل وايد يتحرك وبنفس الوقت يعرف ستباته ويعرف شلون يحصل ذبحاته بس نرد ونقول شوف مع الريج يقدر يبني دمج كبير بس فرق هذا الجيم هذا كان ما يتسكر نايس اب سماش 1-0 حامد وبس محمد بس محمد بس محمد فريشمان ثري ستاك ميبي لا ما ينفعش الجمهور جلوبال جينوغا يا خالد والله بيكلز طافي بيكلز طافي الجمهور قاعد يشجعون يقولون نبي زلدا نبي زلدا وين حولوا اوه دونكي كونغ اوه سماش بل التاريخ يقول دونكي كونغ جالكسي وايد يخسر لا بس نفس الوقت ترى يبني دمج حلو ترى مرعب خش 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 فكره سويتشنج اب عرفت لا بس لاحظت شلون من الابي يرجع حق اللج عشان يخليها زين وايد حلو منه سلام عليك كم بحلو من دمنا ما شاء الله عليه دمنا وايد اون بوينت بالشورت هوب فيرز مالته طبعا السانتراك العجيب من بطلنا المغوار كينج دي جي كي 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 ما ايش اسمه هذا دي جي كي 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 او شيء كذي طبعا انا حافظها شباب من ايام برول طبعا طبعا ما يصير ما احفظها اوه كادت كانت قريبه سلام عليك كادت ولم تكن كادت ولم تكن وياخذ ضمن اول ستوكه حاليا جالكسي قاعد يركض وراي يقول له لو سمحت خلينا نخلص بسرعه وراي سونيك ابي انتقم منه ولكن دمنا قاعد يقول له ايش مريولي انا هم من سونيك يا ابن هنيفة ابي انا بعد انتقم نايس فير سلام عليك خوش نير مني حلوه نايس خوش ابتر نايس خوش فكره اي تشارج البوكس تشارج البوكس خرعه خرعه اوكي حاليا اوه حاليا هو فوق خطر اوه ما يرد ما يصل ما يصل ما يرد ما يرد ما يرد ما يرد للاسف الشديد 2-0 حق ما حسبها عدل اتمنى ان جالكسي شويه يطول باله صار قريب صار قريب ما وراه شيء يعني الحين حاليا هذا تقريبا اخر جيم له في الدوري اذا خسره اتمنى يطول باله وبالمقابل اهم حامد الصراحه على هاللعب الاون بوينت يعني فعلا شاكو فيرس شاكو فيرس قاعد تشجعون فيرس اذا قاعد تتابع بالسترينج يشجعونك هني وينك ليش ما جيت اوبس جالكسي شد حيلك جالكسي رد سماشفيل اوكي زلدة هالمره هالمره زلدة خلينا نشوف شو يصير بصراحه اشوف الجيم يعني ايفن بين هالثنتين والله بيني وبينك انا ما اوافقك الراي ما زلت اشوف ان زلدة خسر ضد كارتات الرشدان السريعه خصوصا لاعب ذكي مثل حامد راح تلقاه انه يعني يبيت النيت بي هذه نفسها كذي لا ترد نايس ريكفري بس قاعد اقول ان بيت النيوتربي يعطيها بنش ومرتين انطق منها الحين
بس هم ما شاء الله عليه يعني ابروتش اون بوينت. هذه شغله راح تتعب اي زلدة، لان مشكله زلدة ان عندها وايد خضرات ما عندها اوت اوف شيلد اوبشنز غير الابي. اي فعلا. هذه سلام على nice. التيبر يا nice. سلام عليك nice. حاشة بطرف الاب سماش وخذ الستوكر ايش في مار. اوه لا ما انكسر الشيلد. شيلد ستاب شيلد ستاب اللي ما شباب اللي ما يدرون شنو الشيلد ستاب، اذا صغر الشيلد حيل وطلعت اجزاء جسم الكاركتر من الشيلد ممكن انه ينطق ويتعور حتى لو كان قاعد يصد. هذه اسمها الشيلد ستاب. ففي شيء اسمه شيلد دي اي، انك شوي شوي تحرك الكنترول ستيك يمين او يسار فوق تحت المكان اللي تبيه عشان تحرك الشيلد مالك لهناك. أي تصد الحركه اللي جايتك تعور. حاليا دمنا مسيطر، اشوف وايد مسيطر حيل من صوبه. هذا حتى ما وصل 69 يعني. اي اي اوه ريد نايس. اوه نايس. اوكي زين زين قاعد يتصرف اخيرا قاعد يتصرف اخيرا. سلام عليك. صعبه مو لا تنسى ان حامد متعود يلعب مع فيرس. اي نعم بالماتش اب نايس. خوش ابي اخيرا اخيرا. وهذا احلى تونت عند زلد انك بس تقعد اذا ما تدرون يعني. حلو حامد لحين مسيطر. حاليا حامد مسيطر. خلينا نشوف هل يقدر بطلنا المغوار انه يرجع. اوه يقطع برا بيبيعها. سوري انا ماخذ هذه فري او على السريع ابي اعطيك سوني. السلام عليك. ريد حلو على الاير دوج وياخذ جيم 3 او من 3-0. دمنا اون فاير. هارد لك هارد لك جالكسي. دمنا ما عليه فاير.